تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من الاتجاه شمالا. في هذه الحلقه نبحث في المواقف الاقليميه المختلفه ومواقف تركيا على وجه الخصوص، وايضا الخلفيات الخاصه بسعي بعض الدول لتقريب وجهات النظر او اذابه الجليد او ازاله التوترات بين تركيا ومصر في وقت ترى فيه مصر ان تركيا ما زالت بتتدخل في الشؤون الداخليه المصرية، وفي وقت أيضا تتحدث في التقارير عن فتح تركيا لأراضيها لعبور عناصر من دول مختلفة للانضمام إلى صفوف داعش في كل من سوريا والعراق. في جزء آخر نبحث في تطورات الأزمة الأوكرانية بعد التلويح الأوروبي والأمريكي أيضا الأخير بفرض المزيد من العقوبات على روسيا لاتهامها باستمرارها في دعم الانفصاليين. أعود إليكم بعد الفصل. دائما نبدأ بجولة لأهم الأخبار في أوروبا، وبداياتنا من ألمانيا. ألمانيا مستهدفة من الإرهاب العالمي، هذا هو العنوان. أما التفاصيل فتقول أن وزير الداخلية الألماني توماس ديميزيا أكد أنه لا يزال يصنف خطر الإرهاب الذي يهدد بلاده على أنه شديد. قال أيضا وزير الداخلية الألماني أن الإرهاب العالمي وضع ألمانيا في قمة أهدافه. ورأى ديميزيا أن الأحداث التي وقعت في مدينة بغيمن مطلع الأسبوع الجاري لم تغير درجة تعرض ألمانيا لخطر الإرهاب سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وقال أن السلطات اتخذت الإجراءات التي يقتضيها الموقف. طيب نتحول إلى خبر آخر. حركة بيجيدا تنظم مظاهرات ضد الإسلام في كل من ألمانيا وبريطانيا وأيضا بلجيكا، حركة ما يسمى بالأوروبيين الوطنيين ضد أسلمة الغرب والمعروفة اختصارا ببيجيدا. نظمت مسيرة إلى مدينة أنتويرب ببلجيكا على الرغم من حظر هذه المسيرة. في ألمانيا بمدينة غيستن خرج 6000 متظاهر من الحركة الألمانية ضد الإسلام. المحتجون رفعوا شعارات ضد ما يصفونه بأسلمة أوروبا، وللمرة الأولى خرج أيضا أنصار حركة بيجيدا في بريطانيا بمدينة نيوكاسل من أجل نبذ ما اسمه بالإسلام المتطرف بدعوة لحماية القيم البريطانية وأيضا الثقافة البريطانية. طيب في خبر آخر من فرنسا، مسلمو فرنسا تعرضوا لتهديدات ووقعوا ضحية أفكار مسبقة. رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالتس أكد اليوم في خطاب ألقاه بجامعة ستراسبورغ أن الحكومة الفرنسية ستحمي كل المسلمين الفرنسيين الذين يتعرضون إلى تهديدات وإلى أعمال عنف، داعيا في الوقت ذاته إلى إبراز إسلام فرنسا المعتدل ومحاربة التطرف الديني هناك. فالتس حاول طمأنة مسلمي فرنسا بعد موجة من الاعتداءات التي عصفت بفرنسا غداة الهجمات الإرهابية اللي استهدفت مجلة طبعا شارلي إبدو. في خبر آخر من المفوضية الأوروبية التي تبدأ حاليا بدراسة اقتراحات الدول الأعضاء لوضع أطر قانونية لاستعمال الطائرات بدون طيار بعد توقيف 3 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة لأنهم حلقوا بشكل غير قانوني بطائرات بدون طيار فوق العاصمة الفرنسية باريس. العديد من الدول الأوروبية تبنت سابقا تشريعات تمنع استعمال الطائرات بدون طيار قرب المطارات وأيضا المدن المزدحمة، لكن هناك سعي لتوحيد هذه التشريعات على المستوى الأوروبي. طيب نتحول إلى اليونان. وزير المالية اليوناني أكد على انتهائه من صياغة مشروع قانون سيطرح قريبا جدا على البرلمان بشأن سبل معالجة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها بعض اليونانيين جراء الإجراءات التقشفية اللي شهدتها البلاد خلال السنوات السابقة. لفت وزير المالية إلى أن الحكومة ستخصص 200 مليون يورو من برنامج المساعدات الأوروبية لمواجهة تلك الأزمة. ومباشرة من العاصمة اليونانية أثينا عبد الستار بركات مراسل النيل، تحياتي لك عبد الستار أولا. مساء
مساء الخير. مساء الخير. طيب عبد الستار، إلى أين وصلت الأمور بخصوص الوضع الاقتصادي في اليونان؟ حقيقة الوضع الاقتصادي حاليا هو غامض بعض الشيء بعد تولي الحكومة اليسارية الحكم في البلاد والقيامها بعملية التفاوض مجددا مع الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة اليورو. عموما وزير المالية يانس فاروفاكس سوف يشارك يوم الاثنين المقبل مع وزراء مجموعة اليورو بعد أن قدم خطة وتم قبول هذه الخطة والسماح لليونان بتمديد برنامج الإنقاذ لمدة أربعة أشهر. نعم. هذا أريد أن أشير إلى مشروع القانون الذي تكلمت عنه في بداية الخبر، وهذا المشروع هو يعالج الكارثة الإنسانية التي تعرض لها الشعب اليوناني طيلة السنوات الماضية، وتحاول الحكومة اليسارية أن تقف بجوار الشعب. أهم البنود في هذا المشروع أو هذا القانون هو توصيل الكهرباء مجانا لنحو 300 ألف أسرة يعيشون تحت خط الفقر، وأيضا الدعم الغذائي ل 30 ألف أسرة فقيرة، وتوفير الرعاية الصحية للجميع، ودعم المعاشات المنخفضة لهؤلاء الذين يحصلون على معاش أقل من 700 يورو شهريا، وأيضا بطاقة للعاطلين لاستخدام وسائل المواصلات العامة مجانا، وأيضا لأولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر، والإضافة إلى إلغاء ضريبة الاستهلاك على بترول التدفئة وتقسيط القروض المتعثرة لمئة قسط. طيب عبد الستار، يعني كل هذه المميزات إذا جاز التعبير اللي بتقدمه الحكومة اليونانية يعني لأمور إنسانية مختلفة للشعب اليوناني، هل هي ستسمح أو هل ستسمح خطة التقشف بهكذا أمور؟ وهل ال 200 مليون يورو سيفوا بتغطية كل الاحتياجات اللي تفضلت وذكرتها؟ نعم، الحكومة تقول أن هذه الأموال التي تساعد على القضاء على الكارثة الإنسانية لا تؤثر على الموازنة للدولة، وأيضا هناك إيقاف بعض الشيء لسداد أرباح القروض للدولة للدائنين لمدة أربعة أشهر. خلال هذه الأربعة أشهر تحاول الحكومة اليسارية الجديدة ترتيب الأوراق بحيث أنها تكون ملتزمة في الإصلاحات الجديدة، وأيضا هناك إصلاحات كثيرة أخرى قدمتها لوزراء مالية مجموعة اليورو. سوف يتم تنفيذ هذه الإصلاحات على الأرض، وأهم ما فيها هو الاستمرار في عملية الخصخصة، وهي التي سوف تدر أموال على الدولة، وأيضا تغيير في عملية في الضرائب، وأيضا ضرائب العقارات على الأثرياء. كل هذه الأمور سوف تساعد الدولة أو صندوق الدولة في زيادة الأموال، وأيضا أن تقف على قدميها مجددا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا عبد الستار بركات، مراسل النيل في العاصمة اليونانية أثينا. طيب نتحول إلى القسم الأول من هذه أثينا، من التنظيمات الإرهابية داعش وغيرها والمتواجدة بشكل رئيسي أو أساسي في العراق وأيضا في سوريا. هذه الأمور فرضت واقعا جديدا في التكتلات الإقليمية والعلاقات أيضا الدولية من أجل مجابهة هذا الخطر الإرهابي المتنامي. شاهدنا مثلا الرئيس الأمريكي لأول مرة باراك أوباما يخاطب الكونغرس الأمريكي من أجل تخفيف العقوبات على إيران أو عدم فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، وهناك مؤشرات أخرى للتقارب الأمريكي الإيراني في هذه المرحلة. رأينا أيضا تدريبات مشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين تركيا للمعارضة السورية، بل ودعمهم أيضا بالسلاح في بعض الأجزاء وبعض المدن. رأينا أيضا البعض يتحدث عن رغبة تركية في استعادة العلاقات بشكل أو بآخر مرة أخرى مع مصر، حتى مع مواقف مصر السبتة اللي ذكرناها في بداية الحلقة.
هذا الواقع وغيره من الأمور المتعلقة بالشأن الإقليمي والتوترات في المنطقة، نناقشها مع الدكتور محمد عبد القادر رئيس مركز الدراسات السياسية التركية، وهو أيضا مدير برنامج تركيا بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. طيب خلينا الأول نتكلم عن التحالف الدولي وإلى أي مدى خطر الإرهاب فرض واقع جديد وتكتلات جديدة ربما يعني كانت تسير في اتجاهات سياسية أخرى. في الحقيقة لا، هو التحالف الدولي بيواجه يعني مشاكل كبيرة إلى الآن، حسب آخر تصريح للمتحدث باسم البنتاغون أن تنظيم داعش لم يخسر بعد 6 شهور من الحملة الدولية على تنظيم داعش إلا حوالي 1%، أي 700 كيلومتر من أصل 55,000 كيلومتر مسيطر عليهم تنظيم داعش سواء في سوريا أو في العراق. أنا في رأيي ليس هناك جدية إلى الآن للتعامل مع التهديدات الناتجة عن وجود التنظيمات المتطرفة سواء في سوريا والعراق. هناك الآن إلى حد الآن الاقتصار على الضربات الجوية، لم يثبت فعالية الضربات الجوية، هناك حاجة إلى قوات على الأرض. حتى كما أشرت حضرتك في المقدمة مسألة وجود بعض التدريبات لبعض المقاتلين بتسميهم الولايات المتحدة المقاتلين المعتدلين سواء في تركيا أو في بعض الدول الإقليمية، في الحقيقة ده مش جديد، هناك تدريبات منذ أكثر من عام في الأردن، في بعض الدول العربية الأخرى، في تركيا هناك تدريبات مستمرة، هناك جنود يتم أو مقاتلين يتم الزج بهم إلى الوضع السوري، ولكن قدرتهم على تغيير المعادلة في الحقيقة ما زالت يعني منخفضة بسبب أن التنظيم لديه إمكانيات استطاع أن يسيطر عليها سواء بالاستيلاء على أسلحة سوفيتية من مخازن السلاح السوري أو أسلحة أمريكية حديثة من مخازن السلاح العراقية، ومن ثم هناك حاجة إلى استراتيجية جديدة يكون هناك تعامل جدي مع كل التنظيمات المتطرفة ليس فقط الموجودة في سوريا أو العراق ولكن أيضا الموجودة في ليبيا. هناك امتدادات لتنظيم داعش، ما زال التنظيم قادر على التوسع، ومصر طرح مشروع أن يتم التعامل برؤية شاملة مع مثل هذه التنظيمات حتى تكون أكثر نجاح. طيب حضرتك يا دكتور متخصص في الشأن التركي، أي مواقف أو أي أدوار تلعبها تركيا في سوريا وفي العراق وأي تأثير ينتج عن هذا الدور؟ في الحقيقة تركيا لاعب مهم في سوريا عشان نكون منصفين، بس لا يعني أهمية هذا الدور إن هو ليها علاقات بالفاعلين على الأرض، والفاعلين على الأرض الآن هم التنظيمات المتطرفة، جزء كبير من الجغرافيا السورية مسيطر عليها من قبل تنظيمات متطرفة، استطاعت تركيا أن توطد علاقتها مع هذه التنظيمات خصوصا تنظيم داعش، فتحت له الحدود التركية وهي حدود للعلم هي الأكبر بالنسبة لتركيا وأيضا بالنسبة للدولة السورية. تركيا لديها حرية يعني التنقل بين حوالي 90 دولة من الممكن أن يذهبوا إلى تركيا دون الحاجة إلى تأشيرة، ومن ثم هناك العديد من المواطنين والمقاتلين الذين ينضمون إلى تنظيمات متطرفة عبر الأراضي التركية. هناك حديث صريح من الفرنسيين في هذا الشأن، هناك حديث من الإيطاليين في هذا الشأن، هناك تصريح مش عارف يعني لماذا لم يلفت الانتباه أشار إليه رئيس الوزراء الإيطالي بوضوح حينما شارك رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو في المسيرة الدولية لتعبين ضحايا شارلي إبدو. خرج على الصحافة وقال يعني مشاركة أحمد داود أغلو لم تكن من قلبه، في إشارة إلى دعم حزب العدالة والتنمية وتركيا لبعض التنظيمات المتطرفة. هناك أيضا الحليف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل وتركيا في المنطقة. هناك تصريح يعني آخر تصريح خرج من جيمس كلايبر اللي هو رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية الأمريكية، قال مقاتلة داعش لم تعد أولوية بالنسبة للدولة التركية. تركيا هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط اللي استطاع تنظيم داعش يحصل يعني على مواطنيها كرهائن وأفرج عليهم، وإلى الآن لم يتم تحديد ما المقابل الذي دفعته تركيا للإفراج على الرهائن. التنظيم لإما يأخذ مقاتلين لإما يأخذ أموال. طب أي علاقات تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في هذا الشأن إذا كان هناك يعني اعتراف دولي سواء ظاهري أو مبطن بأن تركيا ضالعة بشكل كبير في دعم التنظيمات الإرهابية في كل من العراق وسوريا سواء عن طريق فتح أراضيها أو دعمهم بالسلاح لأنه في سلاح تركي؟ في الحقيقة يعني إجابة مختصرة، أنا في رأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة في التعامل مع التهديدات الإرهابية الناتجة عن هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية أغلب الضربات التحالف الدولي إلى الآن ليست لسوريا ولكن إلى مناطق تمركز داعش في العراق،
كان تمركز الضربات بالأساس إلى منطقة كوباني، وحينما حررت هذه المنطقة انخفضت حجم الضربات ومعدلاتها، ومن ثم في رأيي ليس هناك يعني أي مؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية جدية في مسألة القضاء على التنظيمات الإرهابية، خصوصا أنها وفق قرارات الأمم المتحدة مصنفة تنظيم داعش باعتباره تنظيم إرهابي، وتنظيم النصرة باعتباره تنظيم إرهابي، وتنظيم النصرة بالأساس يتبع تنظيم قاعدة، وإلى الآن لم توجه أي ضربات إلى تنظيم النصرة. هناك أيضا تنظيم داعش في ليبيا، وليبيا للعلم هي قد تكون أخطر من سوريا وأخطر من العراق، فيها جماعات إرهابية أكثر، أولا لأن مساحتها كبيرة، ثانيا لأن الكثافة السكانية فيها قليلة، ثالثا لأن فيها بترول بغزارة، رابعا لأن هي مرتبطة بمناطق حدود مع أفريقيا خصوصا شمال مالي، ومن ثم امتدادات السلاح تشكل خطر ليس فقط على دول الجوار الليبي كمصر ومالي والجزائر وتونس، ولكن حتى على دول الاتحاد الأوروبي. عدم التعامل بجدية مع مثل هذه الأمور في الحقيقة من وجهة نظري بيطرح تساؤلات، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى العراق وقتلت تنظيم القاعدة لمدة عامين ما بين عام 2006 وعام 2008، وأنتجت فكرة كانت مجدية في وقتها وهي فكرة الصحوات، ثم انسحبت من العراق، وأفضى ذلك إلى ظهور داعش وظهور النصرة وظهور العديد من الميليشيات المسلحة، ومن ثم هي تنظيم داعش والنصرة وغيرها أحد نتائج السياسات الأمريكية في العراق، ولذلك أنا لا أرى جدية. طب وبناء يعني هل تتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في محاولة حشدها الدولي أو تحت مظلة مكافحة تنظيم داعش، ولا الأمر هيختلف في الفترة القادمة؟ أنا في رأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية بتتبع استراتيجية هي يعني كسب الوقت، استنزاف كل الطاقات، هي ترى أن منطقة سوريا ومنطقة العراق تحولت إلى بؤر للصراع الأقليمي، هناك الصراع تحول إلى صراع طائفي، هناك حشد، وده اللي بتحذر منه مصر كتير، ان الصراع بيتحول الى صراع طائفي وكل الاطراف بتستنزف فيه اقتصاديا وعسكريا، ومن ثم لن يكسب فيه احد، والصراع في النهايه يستنزف كل الاطراف الاقليميه ويشعرهم بايجاد، وفي النهايه الكاسب الوحيد هي اطراف اخرى غير الاطراف المنخرطه في الصراع. وانا في رايي يعني جزء مهم من عدم قرارات مصر في توجيه اي ضربات للتنظيمات الارهابيه خصوصا في سوريا او في العراق، لان ده مش مرتبط برؤيه شامله يعني تقضي بمسألة التعامل بشكل مباشر وباستراتيجية شاملة للقضاء على كل التنظيمات الإرهابية. سأتي معك على مصر ودور مصر أو موقف مصر عموما من موضوع التنظيمات الإرهابية، ولكن خليني أضع أمامك مشهد التقارب الأمريكي الإيراني في هذه المرحلة، تصريحات جون كيري الأخيرة بخصوص أنه في مصالح مشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ودعوة الكونغرس من الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى يعني إعادة النظر مرة أخرى في العقوبات المفروضة على إيران. أنا في رأيي أن يعني أوباما عايز يحقق أي إنجاز، هو يعني خلاص قرب يخرج، والحملات الانتخابية ابتدت كما هو معروف، الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ مبكرا، خصوصا الانتخابات الداخلية في كل حزب سواء الجمهوري أو الديمقراطي لاختيار كل من الحزبين مرشحهما في هذه الانتخابات، ومن ثم هو يحاول أن يخرج بأي إنجاز ما، خصوصا أن هو قضى في إنجاز؟ هو حل القضية الفلسطينية. طيب هو ده من وجهة نظره، أنا ما بتكلمش على النمط الإدراكي ليه كمحلل، ولكن بتكلم على النمط الإدراكي ليه هو كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هو يرى أن الوصول إلى حل سلمي يمنع إيران من الوصول إلى برنامج نووي من خلال اشتراطات معينة تضمن للمجتمع الدولي ذلك، هو يرى أن هذا مكسب للولايات المتحدة الأمريكية يجنبها فتح صراع آخر مع إيران، خصوصا أن هو يرى أن إيران الآن موجودة في لبنان، موجودة في سوريا، موجودة في العراق، موجودة في اليمن، وفاعل أقليمي من وجهة نظره فاعل أقليمي مهم لا يريد أن يدخل في صراع ما، خصوصا أنه هو زي ما قلت لحضرتك هو بيتبع استراتيجية أن حرب الجميع ضد الجميع. إيران ستستنزف قدراتها العسكرية والاقتصادية في صراعات موجودة في اليمن، في صراعات موجودة في العراق، في موجودة في سوريا، موجودة في لبنان، ومن ثم لا داعي أن أدفع يعني أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية تكلفة صراع مع بس يعني فتح الأبواب أمام إيران بهذا الشكل قد يهدد منطقة الخليج بشكل أو بآخر. طبعا هو بيصير تهديدات، بيصير تهديدات لكل المنطقة، خصوصا في ظل السياسات الطائفية اللي بتتبعها إيران، وفي ظل محاولتها للسيطرة على الدول العربية واستغلالها للأقليات الموجودة في العديد من الدول العربية كورقة ضغط على حكومات هذه الدول، وبالطبع ده استراتيجية
يعني مرفوضة. طبعا ما بتهددش دولة زي مصر، لأن مصر طول الوقت دولة سنية المذهب ولكنها شيعية الهوى، ما عندهاش مشاكل أو هواجس طائفية، تقدر تتعامل مع الجميع برؤية منفتحة. ولكن بالنهاية مصر ما ترفضه في إيران ليس المذهب ولكن السياسات، بمعنى تدخلها في الشأن البحريني. هذا قضية مفصلية بالنسبة للأمن القومي المصري، خصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أكثر من مرة عن الرابط العضوي بين استقرار منطقة الخليج والأمن القومي للدولة المصرية. وهناك تصريح شهير عن مسافة السكة، بمعنى أن أي تهديد لهذه المنطقة هو تهديد للجغرافيا والحدود والأمن القومي المصري، ومن ثم مصر ترفض سياسات إيران ولكن لا ترفض إيران كدولة. إذا ما كانت إيران أكثر اعتدالا، إذا ما تخلت عن سياساتها الطائفية في دعم الأقليات في المنطقة وحلت قضية الإمارات فيما يتعلق بالجزر الثلاثة، ودي مسائل بالنسبة لنا قضايا محورية، لأن يعني أشقائنا في الخليج دائما ما كانوا إلى جوارنا، ونحن كذلك في كل القضايا التي تخص أمنهم القومي نقف إلى جوارنا. طيب مصر وتركيا، يعني مصر أكثر من مرة انتقدت الأداء التركي والتصريحات التركية في أكثر من مناسبة على لسان رجب طيب أردوغان. لماذا يظهر الحديث مرة أخرى على محاولة تركيا للتقارب من مصر بالرغم من سياستها وتدخلاتها في شأن مصر؟ في الحقيقة أنا شايف المسافة لسه بعيدة، يعني المسافة بعيدة بين مصر وتركيا. تركيا دولة بتدعم الإرهاب، مصر دولة بتحارب الإرهاب، تركيا دولة بتدعم تنظيم داعش، مصر دولة بتحارب تنظيم داعش وكل الفصائل المسلحة المرتبطة بتنظيم داعش. تركيا دولة بتدخل في شؤون الدول الأخرى، شأنها شأن إيران، بتتبع استراتيجية مذهبية لتأجيج الصراع الطائفي في المنطقة، بتقدم نفسها كدولة قائدة في العالم السني. مصر ترفض التصنيفات الطائفية في المنطقة، ترفض التصنيفات المذهبية. تركيا بتقدم نفسها باعتبارها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط على حساب بعض الأدوار الرئيسية. مصر ترفض ذلك وترى أنها القوة المركزية في هذه المنطقة لاعتبارات التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا، هي القوة المصرية، وغير مسموح أن تلعب تركيا دورا من خلال استغلال بعض النوازع العاطفية والحديث عن الأخلاق وحقوق الإنسان، في حين أن الملف التركي في هذه الملفات أكثر بشاعة من كل الدول الاستبدادية في العالم. تركيا عندها مشاكل فيما يتعلق بحقوق الصحفيين، عندها مشاكل فيما يتعلق بحقوق الأقليات، عندها مشاكل. لكن نبرة توجيه الاتهام لتركيا في هذه الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر ضعيفة بالمقارنة إلى ذات النبرة الدولية مع دول أخرى. هي مصر أصلها دولة غير صدامية. مصر دولة معتدلة بتسعى إلى تحقيق مصالحها بلغة هادئة، بلغة واثقة. أنا أقصد يعني لديها نمط دولي لا يلتفت كثيرا، أو ربما يغض الطرف عن الأمور المتعلقة بالشأن الداخلي التركي. يعني في أدوار معينة. أنا في رأيي لا، ده ناتج مش عن ضعف تركيز من الدبلوماسية المصرية أو من الأجهزة المصرية المختلفة، ده ناتج عن ضعف تركيز من الإعلام المصري. هناك تقارير دولية بتصدر من جهات رقابية دولية سواء كانت رسمية أو غير حكومية، انتقادات موجهة تركيا. أنا بتكلم على تركيا مش على مصر. أنا بتكلم كل كلامي على تركيا. إن تركيا لا، عندها مشاكل فيما يتعلق بتصنيفها في النزاهة والشفافية، فيما يتعلق بمؤشرات الفساد في تركيا، فيما يتعلق بحقوق الأقليات في تركيا، فيما يتعلق بمسألة استيفائها بمعايير الاتحاد الأوروبي، كلها انتقادات دورية. ولكن إحنا كإعلام مصري محتاجين أن نسلط الضوء عليها لكي يفهم المشاهد المصري وبالتبعية المشاهد العربي أننا نتحدث عن دولة لا تخلو من المشاكل، لديها انتهاكات كبيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان سواء كان من الأقليات العرقية أو الأقليات المذهبية. وأن بنتكلم عن دولة، هناك تصريحات خارجة من أعلى مسؤولين في المجتمع الدولي. أنا بكلم حضرتك على رئيس وزراء إيطاليا بيتكلم على رئيس وزراء تركيا، يعني احنا بنتكلمش عن دولة هامشية، ده إيطاليا. وبنتكلم على رئيس الاستخبارات الأمريكية بيقول تركيا ليس لديها أولوية لمحاربة داعش. فاحنا محتاجين بس نسلط الضوء على الأمور دي عشان نفهم الصورة اللي متاخدة عن تركيا دلوقتي في المجتمع الدولي. وأغلب إشارة لعملية الإحلال والتبديل اللي بتحصل في موازين القوى الإقليمية، إن دولة زي تركيا في آخر انتخابات لمجلس الأمن القومي للعضوية غير الدائمة، تركيا واخدة 60 صوت على مستوى العالم من 193 دولة. فده بيبين قد إيه الصورة اهتزت لتركيا، التقارب بين مصر
وتركيا لن تكون مرتبطة بتعديل التوجهات المصرية بقدر يعني ارتباطها بمسألة استجابة تركيا للاشتراطات المصرية أن تكف عن التدخل ليس فقط في الشأن المصري لأنه لا يعنيها، ولكن أيضا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من أهمها العراق وسوريا، لأن دول دولتين مركزيتين في منطقة الشرق الأوسط، أمنهم القومي يرتبط بالأمن القومي المصري، وهناك تصريحات واضحة صحيح هادئة وصحيح متزنة، ولكن هذا لا ينفي أن هناك رؤية مغايرة في مسألة الحل السلمي لبعض الصراعات الموجودة في المنطقة. استمرار أيضا تركيا للتواصل مع أشخاص من جماعة الإخوان المسلمين أو قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، أضف إلى ذلك الاجتماعات اللي بتعقد ما بين حين وآخر فوق الأراضي التركية ومدى تأثيرها على العلاقات المصرية التركية. في الحقيقة هو أصله ده مرتبط بأن تركيا كان بتحلم أن مصر باعتبار أهم دولة عربية هتدور في الفلك التركي، وتكون تركيا هي الدولة الزعيمة ومصر هي الدولة الداعمة لتركيا. ده في الحقيقة 30 يونيو ثورة 30 يونيو أنهته تماما، وأثبتت أن مصر دولة مستقلة، متغير مستقل في المنطقة، مش متغير تابع لأحد أيا كان. ومن ثم ده أقلق تركيا وأنهى المشروع الأقليمي. أنا عايز بس أي حد يقارن بين حجم ومدى الصورة والإعجاب الشعبي العربي بتركيا بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو. أيوة صحيح. بمعنى أن أنت في تحول كبير، ده كله ناتج عن أن دولة بتقول لدولة تانية لا. يعني ربما يعني برضو المفهوم أو الصورة اللي كانت لحزب العدالة والتنمية والرجب طيب أردوغان كانوا بيصدروا صورة تانية مختلفة ظاهريا أو إعلاميا عن حقيقة إدارتهم للأمور وعلاقتهم بالدول. هو خطاب إخواني بالنهاية، بيعلن ما لا يبطن، ومن ثم هو بيدعي أنه هو جاي ينصر الحقوق العربية، جاي يدعم قضية فلسطين. طيب هو يعني بقى عنده توترات مع إسرائيل خلال السنين اللي فاتوا، حجم التجارة بقى عامل إزاي مع إسرائيل مثلا؟ التجارة ازداد. حجم السياحة الإسرائيلية في تركيا عامل إزاي؟ ازداد. تركيا مأجرة أراضي بتزرعها في تركيا، في تركيا. إسرائيل مأجرة أراضي بتزرعها في تركيا. فيعني انت مأجرة اراضي مأجرة اراضي بتزرعها في تركيا لان عندها ماء محتاجه محاصيل معينه، فبتعمل كده، تروح تشتري اراضي في تركيا، شراء اراضي وبتزرعها، واراضي اسرائيليه لرجال اعمال اسرائيليين موجودين في تركيا. فده خطاب في الحقيقه احنا محتاجين ندقق فيه كويس. انا بشكرك في نهايه حديثي معك مركز الدراسات السياسية التركية، وهو أيضا مدير برنامج تركيا بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. شرفتنا يا فندم جدا. طيب أتحول إلى موضوع آخر أو القسم الآخر من هذه الحلقة، وهو تطورات الأوضاع في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتفق هو وزعماء الاتحاد الأوروبي على التحرك سريعا لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، أو تغليظ العقوبات المفروضة على روسيا إذا لم يتم تنفيذ اتفاقات سلام تهدف لإنهاء الصراع بشكل كامل وواضح في أوكرانيا. البيت الأبيض قال إنه الزعماء عبروا عن أملهم بتنفيذ ناجح وكامل اتفاقات مينسك، واتفقوا كمان على تخفيف العقوبات الحالية إنه سيكون مرتبط بشكل كبير بالتنفيذ الكامل لهذه الاتفاقات. نتابع هذا التقرير. هدد رؤساء الولايات المتحدة باراك أوباما وفرنسا فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى جانب قادة غربيين آخرين، هددوا جميعا موسكو برد قوي في حال حصول انتهاك خطير لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، ودعوا إلى تعزيز دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الإشراف على الهدنة. وصدر التهديد إثر اتصال هاتفي بينهم الثلاثاء شمل أيضا رئيس الوزراء الإيطالي مانتيو رينزي ورئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، تم خلاله بحث النزاع في أوكرانيا. واتفق القادة على أن رد فعل قوي من المجموعة الدولية سيكون ضروريا في حال حصول انتهاك بارز في تطبيق اتفاق السلام الذي وقع في مينسك في 12 فبراير وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية. ودون أن يذكروها بالاسم، بدأ هذا التهديد موجها صراحة إلى روسيا التي تتهمها كييف والغرب بتسليح الانفصاليين وبنشر قوات في أوكرانيا، رغم نفي موسكو
الدائم لذلك، ولكن بيان الإليزي يعني كذلك غياب عقوبات جديدة على روسيا في الوقت الراهن رغم اتهامها بأنها وراء سيطرة الانفصاليين على مدينة ديبالتسفي الاستراتيجية بعد توقيع الهدنة. وأعرب القادة الستة كذلك عن رغبتهم في تعزيز وسائل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لكي تتمكن من ضمان احترام وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة. قالت كييف الثلاثاء إنها حصلت على موافقة برلين وباريس وموسكو لنشر مراقبي المنظمة على النقاط الساخنة للنزاع الذي أوقع أكثر من 6000 قتيل منذ 11 شهرا. وإذا كان الغربيون يشعرون بارتياح لتراجع حدة المعارك في شرق أوكرانيا منذ عدة أيام رغم المواجهات المتفرقة، شكك وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين في طوكيو شكك في استمرار الهدنة. وتتعارض تصريحات الجانب الأوكراني مع تصريح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي قال في ختام لقاء في جنيف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، قال إن أمله كبير في وقف التصعيد. ويتحدث الجيش الأوكراني منذ 10 أيام عن حشد قوات وتحليق طائرات بدون طيار في منطقة ماريوبول المرفأ الاستراتيجي على بحر أزوف وآخر مدينة كبيرة في الشرق التي لا تزال حتى الآن تسيطر عليها قوات كييف. تنضم إلينا مباشرة من موسكو العاصمة الروسية الدكتورة ثريا الفرة أستاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو. بعد تحياتي لك دكتورة ثريا، ما مدى تأثير فرض عقوبات إذن اقتصادية جديدة على موسكو في حال نفذ ما أعلنه البيت الأبيض اليوم؟ مساء الخير لك طبعا مشاهدي الأعزاء. بالتأكيد لا شك بأن هذه الخطوة في حال ما اتخذت أو تم إقرارها من جانب الاتحاد الأوروبي تتنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الروسي، كما هو أننا بالفترة الأخيرة فعلا لاحظنا هناك انخفاض واضح لسعر الروبل أمام الدولار وأمام اليورو أو كما يسمونه هنا الليفرا، وبالتالي بالتأكيد هذا سينعكس بشكل إيجابي عفوا بشكل سلبي على البنية الاقتصادية في موسكو. عشان نعلم بأن روسيا يعني العامل القوي الذي جعل منها دولة نستطيع أن نقول بأنها عظمى بالتأكيد يعني هو الجانب الاقتصادي، وبالتأكيد النفط. نحن نعلم بأن موسكو الآن تعاني من عقوبات اقتصادية، هي تعاني الآن من خفض أسعار النفط، وبالتالي هي في مواجهة حرب اقتصادية معلنة يعني من قبل عدة دول بالتأكيد يرأسها البيض الأبيض ودول أخرى. ولكن الجانب طبعا حتى في هذه الموضوع صرح وزير الخارجية الروسي قال بأن هدف الولايات المتحدة الأمريكية أولا هي تعمل لمحاولة على قدر الإمكان إجهاض ما يسمى بعمل إسلام في أوكرانيا، وهي تسعى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إضعاف الاقتصاد الروسي. يعني موسكو تعلم لماذا تجتهد الإدارة الأمريكية في واشنطن بتمديد العقوبات أو بمحاولة إقناع الجانب الغربي بأن يؤيد البيت الأبيض في ضرب الاقتصاد الروسي. نعم بالتأكيد هذا ما تسعى إليه، يعني هذا ما جعل من روسيا دولة قوية بالتأكيد الاقتصاد، ولهذا هي تسعى إلى إضعاف هذه الدولة عدا عن أنها استنزفتها في مواقع أخرى في مواقع دولية أخرى. الآن تريد أن تستنزف روسيا من الداخل، وهذا الآن ما تجتهد عليه حقيقة الإدارة الأمريكية في واشنطن. لهذا موسكو قلقة بهذا الشأن اليوم، يعني ما صرح به وزير الخارجية اليوم في مؤتمره قال بأن واشنطن تسعى إلى إضعاف روسيا، إضعاف البنية الاقتصادية عن طريق فرض العقوبات. وحقيقة يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة ليس هذا فقط، حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعه مع قادة الوزارة الداخلية بعد اغتيال المعارض الروسي باريس نيمتوب قال بأن هناك محاولات من دول غربية، لم يشر صراحة البيت الأبيض، ولكن قال هناك بدأت آلية تكنولوجية لتحريك ثورات ملونة داخل روسيا. هم ليس فقط تحركوا على الجانب الاقتصادي وإنما أيضا يحاولون زعزعة الشارع الروسي. لا شك بأن الكرملين يدرك الآن ما يخاط له من خيوط عنكبوتية أو شبكة عنكبوتية تريد حقيقة أن تعلق موسكو داخل هذه الشبكة، ولكن من عدة أطراف.
سواء كانت سياسيا، نحن نعلم بانها الان موسكو عالقه في الازمه الاوكرانيه او حتى في طيب ومن ثم دكتوره ثريا، طيب ومن ثم يعني اذا كانت موسكو أو كرملين يدركوا جيدا المخططات الغربية سواء لضرب الاقتصاد الروسي أو لزعزعة الأوضاع في الشارع الروسي، ما هي أوراق الضغط المتاحة لمنع ودرء هكذا تحركات غربية؟ الشيء فقط الذي نستطيع أن نقول بأنه مريح نوعا ما، يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة بأن هناك تقارب روسي غربي، يعني الان لاحظ ان هناك تحرك فرنسي، وان كانت نستطيع ان نقول بان المانيا وفرنسا تغربان خارج السرب الاوروبي، ولكن هناك محاوله حقيقه من المانيا التي تسمى مرجل الصناعه الاوروبيه في حل الازمه الاوكرانيه، وبالتالي هناك نوع من المساعده الغربيه. نحن نعلم بان كل من فرنسا والمانيا تستطيعان ان تلعبان دور اساسي على مستوى الاتحاد الاوروبي. نعم. هذا ما تتساءل به موسكو، يعني الان المهم في هذه المساله ان هناك اختلاف في الاتحاد الاوروبي بشان تمديد العقوبات على روسيا. طيب. واضح بشكل نعم. طيب تقييمك يا دكتورة ثريا لتصريحات رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي حول تفكير الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، هل هذا الأمر حتى لو كان بس في إطار التلويح يمكن أن يحول المنطقة إلى مواجهة عسكرية؟ هل يمكن أن يهدد الهدنة ما بين الانفصاليين وداخل أو في شرق أوكرانيا؟ بالنسبة لهذه التلميحات، نحن نعلم بأنها عبارة عن قطاعات لامية، يعني أمريكا ما أرادت له هو أن تسيطر على الشارع الأوكراني من الداخل، واستطاعت حقيقة من خلال الانقلاب الذي حدث واستلام الإدارة الجديدة التي تدور في الفلك الأمريكي والفلك الأوروبي، لا شك بأنها نجحت، ولكن أن تدخل في مواجهة عسكرية مع الدب الروسي، هذا نستطيع أن نقول بأنه من رادع المستحيلات. أمريكا الآن لا تدخل في مواجهة عسكرية على الإطلاق ولن تدخل، ولكن الآن هذه عبارة عن تلميحات. نحن جميعنا نذكر ماذا حدث في عام 2008 عندما بأنها ستقوم بدعم تبليسي في حربها التي كانت معنا ليومها، كانت هناك حرب الأيام الستة، جميعنا ربما يذكر هذه الحرب، حرب الأيام الستة ما بين جورجيا تبليسي وبين موسكو. ونحن ويومها أيضا وعدت الإدارة الأمريكية الرئيس ساكاشفيلي بأن ستقوم بتزويده بالأسلحة العسكرية، ستقوم بتدريب الجنود الجورجيين، ستقوم بضم جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستقوم بضم جورجيا إلى الناتو. نحن نعلم بأن الإدارة الأمريكية عبارة، هذه الدول عبارة عن لنقل بأنه كرت أو بطاقة تلعب بها مدة من الزمن، وربما وبعد ذلك يرمى هذا الكرت على الأرض. يعني روسيا تعلم بأن أمريكا الآن تلعب في مساحة، لنقل مساحة هوائية أو مساحة فراغ معينة، ولكن لزمن معين، تستطيع من خلال هذا الزمن أن تنفذ الإدارة الأمريكية ما تريده. أمريكا فقط تسعى إلى استنزاف موسكو، وهذا حقيقة هي استطاعت أن تحصل عليه وبدون جدا شاسع. يعني أقول لك حقيقة، يعني مثلا نحن الآن في موسكو الآن نلحظ بأن هناك غلاء كبير، ارتفاع في الأسعار، العقوبات حقيقة أضرت بالاقتصاد الروسي. نعم، بالتأكيد انخفاض السعر الروبل هذا بالتأكيد يؤثر بشكل سلبي بكل تأكيد. يومين يعني كانت تخرج مظاهرة كان يعد لها أحد زعماء المعارضة بيسمى بالربيع الروسي، وهذا ما جعل الرئيس فلاديمير بوتين يجتمع مع قادة وزارة الداخلية. هناك قلق، هناك تلميح دائما، ولكن الرئيس الروسي قال بأن ما تسعى إليه الدول الغربية بالتأكيد، هو لم يشر صراحة إلى أمريكا، ولكن نحن نعلم ماذا تفعل أمريكا في العالم، يعني وكأن هناك والآن وكأن العالم رقعة شطرنج أمام هذه الإدارة الرعناء، يعني عذرين هذه الكلمة، تحرك الأحجار كما تشاء، ولكن روسيا واعية لهذه النقطة الآن تحاول من جديد العمل على بناء الاقتصاد الروسي. يعني قال هنا وزير الاقتصاد الروسي، قال رب ضارة نافعة، نحن تنبهنا في اللحظة الأخيرة بأن روسيا يجب أن تعيد كما كان رأي الاتحاد السوفيتي، تعيد مسألة بناء الصناعة أو تأسيس القواعد الأساسية في مجابهة هذا الخطر لضرب اقتصادها. أشكرك شكرا جزيلا، واجهة ما حصل لها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتورة ثريا الفرة، أستاذ العلوم السياسية جامعة موسكو، حدثتينا أيضا مباشرة من موسكو العاصمة الروسية.
نتحول إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي استعراض لأبرز ما جاء في الصحف الأوروبية هذا الأسبوع. بدايتنا مع الصحافة الفرنسية، عنوان يقول: الدبلوماسية الفرنسية ضحية الأخلاق. هذا هو عنوان لمقال للكاتب غينو جيغاغ في جريدة لو فيغارو عن الضجة التي أثارها لقاء النواب الفرنسيين مع بشار الأسد. كاتب المقال يعتبر أن استهجان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس وزرائه لهذه الخطوة لا داعي له، ذلك أن هدف الدبلوماسية ليس إلحاق الديمقراطية والعدالة، بل بكل بساطة الحفاظ على السلم. خبر آخر: 33% من الفرنسيين أعلنوا أنهم سينتخبون حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في الدورة الأولى من انتخابات المناطق بحسب إحصاء تنشره لو باريزيان. ويظهر الإحصاء أن الحزب تقدم 7 نقاط منذ بداية العام. تبين دراسة أخرى نشرتها صحيفة ليبراسيون على نفس الموضوع أن ربع الفرنسيين يعتبرونه هو الأكثر تفهما لهم، وأن 36% منهم يجدونه يتلائم مع قيم الجمهورية. طيب، صحيفة لو باريزيان كتبت عن ظاهرة التحاق بعض الغربيين من عسكريين وأيضا مرتزقة سابقين بصفوف الميليشيات المسيحية من أجل محاربة تنظيم داعش. تقول الصحيفة إنه لا دليل على وجود فرنسيين بينهم، غير أنها أجرت مقابلة مع فرنسي مقيم في لبنان يستعد للانضمام إلى المعركة ضد داعش بمساعدة حزب الله وشبكة علاقات يؤمنها المتواجدون هناك. حال بكم إلى الصحافة البريطانية، صحيفة الديلي تلغراف نشرت مقالا لروبرت تيت بعنوان: لماذا بقيت والدة جون الجهادي صامتة؟ قال الكاتب أن والدة جون الجهادي صرخت: هذا ابني، عندما سمعت صوته خلال بث أول تسجيل لفيديو عملية ذبح قام بها تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية داعش بحسب مصدر مقرب من المحققين الكويتيين. وأضافت أن والدته لم تبلغ عنه. والكاتب بيقول أن المسؤولين البريطانيين بدأوا يشكون بأن محمد الموازي هو الرجل المطلوب الأول عالميا. افتتاحية صحيفة الجارديان البريطانية جاءت تحت عنوان: تدخل نتنياهو في السياسة الأمريكية يعتبر خطوة غير موفقة، وإسرائيل قد تدفع ثمنا باهظا جراء ذلك. تقول الصحيفة إن الإسرائيليين قلقون من إيران، إلا أنهم قلقون أيضا من أي شيء قد يضعف العلاقات مع الولايات المتحدة، إذ أنهم يفكرون ليس فقط في الانعكاسات الحالية لهذه العلاقة، بل ما الذي سيحدث لهذه العلاقة في حال انتخب رئيس ديمقراطي للولايات المتحدة وكان نتنياهو ما يزال في الحكم. أخيرا نقرأ من صحيفة التايمز البريطانية تحليلا لديرا هاينز بعنوان: تكريت تمثل ثمنا رمزيا كبيرا. قالت فيه الكاتبة إن إعادة السيطرة على مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يمثل ثمنا رمزيا كبيرا بالنسبة للحكومة العراقية التي تحاول بشق الأنفس إعادة سيطرتها على البلاد. تكريت تعد العاصمة الروحية لنظام صدام حسين، كما أن هذه المدينة كانت آخر مدينة أساسية تسقط بيد القوات الأمريكية في عام 2003، وبعد 11 عاما أضحت تكريت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، في إشارة طبعا إلى داعش. وبهذه الجولة في الصحافة الأوروبية نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة من اتجاه شمال. نلتقي بكم الأسبوع القادم في ذات الموعد. إلى اللقاء.